السلام عليكم الاخوان. اليوم غادي نشوفوا كيفاش غادي تشوفوا النتائج ديال القرعه الامريكيه اللي غادي تحطوا ان شاء الله في 6 ماي. ادخلوا الموقع ديال القرعه الامريكيه، كتطلع لنا الواجهه بحال هكا. كنكليكيو على تشيك ستاتي، من بعد كتطلع لنا الواجهه بحال هكا. كنكليكيو على كونتينيو، كنجيو لأهم مرحلة اللي هي خصنا نكتبو الكونفيرميشن نمبر اللي تعطانا فسجلنا أول مرة. بزاف الناس كيسولو على كيفاش نسترجعو الكونفيرميشن نمبر. ها هما دايرينها هنا الإخوان، غادي نرجعولها في آخر الفيديو. هنا كتكتبو الكونفيرميشن نمبر، موراها كتكتبو اسم العائلي ديالكم، موراها كنديرو تاريخ الإزدياد ديالنا، وفي الاخير كنكتبوا هاد الكابتشا هادي. موراها كنكليكيو على سبميت. موراها الاخوان فاش كنكليكيو على سبميت، في حاله الفوز ديالنا كتطلع لنا بحال هاد الرساله اللي كتشوفوا معايا دابا، وفي حاله لا قدر الله ما نجحناش في القرعه الامريكيه كتطلع لنا هاد الرساله هادي. ودابا الاخوان غادي نشوفوا كيفاش تسترجعوا الكونفيرميشن نمبر. كتجيو هنايا كتكليكيو على فورغوت كونفيرميشن نمبر، كتطلع لكم هاد الواجهه بحال هكا. كتكليكيو هنا 2023، هنا كنديرو الاسم العائلي ديالنا، موراها كنديرو الاسم الشخصي ديالنا، وفهاد ميدل نيم هو الاسم الاوسط ديالنا. هذا ما كنديروش اصلا ملي تسجلنا، كاع ما درناش. في المرحله التاليه كنديرو الشهر والنهار والسنه اللي تزادينا فيها. اهم حاجه هي ديرو الجيميل اللي فاش سجلتو اول مره، هو اللي غادي يوصل فيه الكونفيرميشن نمبر. في اخر مرحله كديروا هاد الكابتشا هادي، راه كتكليكيو على سبميت. وفاش كتكليكيو على سبميت كيوصلكم الكونفيرميشن نمبر في الجيميل ديالكم.